الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آمنت بالله وحده لا إله إلا الله محمد رسول الله
عصيت في حشا إلى بفضله
فقيرا وأنت بحالي حالي فحاشا وكلا يخيب الذي أتى بانكسار لباب الكريم يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا وعاودتنا كل فضل عسى يهلوب الذي منك عاودتنا الله 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 حال معي فعال حمل زادي أنا في غنى من كان مثلي بغير زادي من كان مثلي بغير زادي يكون فضل موسى
مستقيم وقولك الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كل وتداركه بالعناية ما دام له بالدماء منك دماء الله 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 يا مولانا الله 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 بفضلك كل للوجود منك كريم للكريم الأباء الكرماء نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها النجوم ما جاء هبد عقل سدة وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء الشمس منك مضيء أصفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتوالت بشرى في أن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتوالت بشرى الهواتف في أن قد ولد المصطفى وحق الهناء على محمد وعلى آله وسلم صلى الله سير الخلد فاحت